السي العمري، تحية كبيرة نضالية لجميع المغاربة هنا في مدينة طراغونة. احنا بكل صراحة هذا عرس كبير، جمعات نساء، رجال، أطفال، شباب، شيوخ، أطر مغربية، سياسيين مغاربة، مجتمع مدني، جينا بصوت واحد نقولوا هنايا إلى الجالية المغربية تبارك الله عليكم، شرفتونا. هذه صورة كبيرة، هذه صورة حقيقية للجالية المغربية اللي وقفة هذه الوقفة باش توصل الرسالة، رسالة قوية لأعداء الوطن. من هنا كنوجه لكم رسالة، الصحراء مغربية. والجميل في هذا اليوم خروج البرلماني الإسباني، معنا برلماني من الكونغرس، معنا الكاتب العام ديال حزب سيودادانوس، معنا أطر إسبانيا لأول مرة كيخرجوا معنا الإسبان. فالحمد لله انتصار كبير، وكتشوف بأن الخونة مشاو في حالتهم، ما بقاوش، لأن شافوا الإنزال ديال المغاربة اللي جاوا هذا النهار هذا باش يعطيوا رسالة. ما نبقاوش من النفاق، الصحراء مغربية خاصها تقال حتى هنا في إسبانيا، وكفى من النفاق. تحياتي للسي العمري. سي رشيد، هناك من يقول بأنه حنا بلاد ديمقراطي، بغاو الإنسان يعبر على موقفه ولا ما يعبرش. بعض المغاربة يؤاخذون عليكم كفعاليات مدنية وسياسية بأنكم باغيين تقصيو رأي بعض المغاربة، كيقولوا بأنه نعطيو القرار الآخر يكون موقف وكا. شنو يمكن نقول على المغاربة في هذا الرد هذا؟ أنا بكل صراحة كان واحد النداء ديال المرحوم الحسن الثاني، ألا وهو نداء الوطن غفور رحيم. رجعوا العديد من المسؤولين ديال جبهة البوليزاريو، رجعوا للمغرب في السنوات الماضية، والآن الحمد لله كان عندنا سفير المملكة المغربية اللي كان وزير في جبهة البوليزاريو، عندنا الآن قناصلة اللي كانوا في جبهة البوليزاريو ودخلوا للمغرب الآن هما قناصلة المملكة المغربية. هذا شنو كيعني؟ كيعني بأن الحلف ديال الاتحاد السوفيتي انتهى، الإيديولوجية ديال لينين ستالين انتهت، قدافي مات، فيديل كاسترو مات، تشافيز مات، محمد بن عبد العزيز مات. يعني جبهة البوليساريو انتهت وانقرضت. اللي بغى يرجع للبلاد مرحبا به، مرحبا به كيف قالت الأخت. واللي الأخت صحراوية، واللي بغى يبقى في مخيمة الدل والعار كيسمع للنظام العسكري الجزائري، فأنا رشيد فارس كنقولها منها الكاتب العام للمواطنة والتعاون بالحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، وأؤكد أن انتهى زمن الانفصال، والصحراء مغربية، واللي بغى يرجع البلاد ديالو مرحبا به وشكرا.